بارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز ترقية 359 من موظفي الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم وتطوير قدرات موظفيها بهدف الدفع بعمليات الشركة نحو إنتاجية أفضل. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الترقية الممنوحة للموظفين من كافة الإدارات والتخصصات من الجنسين تهدف إلى منح الطاقات الوطنية الشابة ذات الكفاءة المزيدة من المسؤوليات والاعتماد على إمكانياتهم وقدراتهم المتميزة في تحقيق المزيد من النجاح بما يحقق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في دعم وتأهيل الكفاءات الشابة، ويعكس اهتمام الشركة للمضي في مسار متوافق مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار سموه إلى أن هذه الترقية تعتبر أكبر حركة ترقيات تشهدها الشركة، من المؤمل أن تسهم في زيادة إنتاجية الموظفين نحو المزيد من التطلعات التي تسير عليها الشركة، إذ تأتي في إطار خطط التدريب والتطوير وقياس الأداء المستمر للموارد البشرية والتي تستهدف الجنسين بهدف تكافؤ الفرص بين ذوي الكفاءة من مختلف الإدارات وأقسام الإنتاج والهندسة والأقسام المساندة، وذلك لشغل مناصب قيادية وإشرافية ضمن برنامج التطور الوظيفي للشركة الذي يهدف إلى صقل الكفاءات وتعزيز المهارات لتهيئة الأيادي البحرينية لتولي مناصب أعلى مستقبلاً.